اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل ان ضيفنا دلوقتي روجر ديسا، مساعد كارلوس كيروش في جهاز الفني لمنتخبنا الوطني، طبعا في الجهاز السابق، واللي عمله يعني مباريات يعني او فتره مهمه جدا مع المنتخب المصري، سواء في كاس الامم الافريقيه او يعني المباراه الاخيره او المباراتين الاخرينين بتوع السنغال. وكان يعني كان في جدال كبير جدا حوالين المنتخب واللعيبه واداء المنتخب، وحاجات كتيره جدا اثيرت بعد رحيل كيروش واثناء حتى وجود كيروش. وبيسعدني ان هو موجود معايا عشان اساله اسئله مهمه جدا. روجر مساء الخير، وبيسعدني وبيشرفني ان انت تكون ضيفي في برنامج الريمونتادا، واتمنى ان انت تكون بخير انت وعيلتك. مساء الخير، سعيد جدا ان اكون معكم في البرنامج. روجر عايز اسالك الاول عن مستر روجر، عايز اسالك الاول عن التوقيت بتاع رحيل كيروش، وكان كل الناس وكل المصريين كانوا منتظرين خبر تجديد عقد كارلوس كيروش مع منتخبنا الوطني، وفي يوم وليلة كل شيء اتغير. احنا كنا عارفين ان في اجتماع ما بين مسؤولي اتحاد الكرة وما بين الميستر وما بين الكوتش، ومرة واحدة طلع قرار ان خلاص كيروش مش هيبقى موجود. هل عندك اي تفاصيل ايه النقطة المحورية او ايه نقطة التحول اللي حصلت ما بين استمرار كيروش مع منتخبنا وما بين قرار رحيله؟ لقد كنت أعمل مساعدا لكابتن كارلوس كيروش، وكنت الشخص أو المساعد الرئيسي معه في مصر، عملت معه من قبل، وأيضا عملت مع الاتحاد المصري لكرة القدم. العقد المتفق عليه كان مقرر لشهر ديسمبر، بعد تصفية كأس العالم، وبالتالي كنا نحاول أن نصل إلى التصفية النهائية والتأهل، وبالتالي العقد كان من المفترض أن يستمر حتى ديسمبر، وبمجرد التأهل أو عدم التأهل كما حدث كان من غير المجدي أن نستمر لمدة 6 أشهر، لأننا كان الشيء المناسب بالنسبة لنا هو أن نتيح الفرصة لشخص آخر لأن يدير الفريق خلال هذه الفترة. لم يكن هناك أي مشاكل، الأمور كانت عبارة عن مناقشة مفتوحة بين السيد كارلوس كيروش والمسؤول الاتحاد. السبب الرئيسي كان ذلك، أيضا كان هناك مفاوضات مع الاتحاد الجديد والسيد كارلوس، وكنا على وعي بها، والموضوع كان مجرد حديث هل يمكن أن نكمل 6 أشهر أم لا. لم يكن هناك أي حاجة لمناقشة مزيد من الأمور. كان القرار أن نعود للحصول على فرص أخرى ونتيح الفرصة للمنتخب الفني الوطني. روجر، رئيس اتحاد الكرة المصري الأستاذ جمال علام صرح بعد إعلان خبر انتهاء يعني أو فض التعاقد مع معاكو او مع كارلوس كيروش، ان السبب الرئيسي ان الكوتش كان عنده مشكله عائليه، مشاكل عائليه في البرتغال، ان والده ما كانش في احسن صحه او كان مريض. تقدر تاكد لنا الكلام ده ان ده السبب الرئيسي ولا مش ده السبب؟ نعم، كارلوس لديه أسرة في البرتغال، ووالده في 95 من عمره أو 94، وبالتالي هو يحتاج إلى رعاية، وهذا كان محل قلق بالنسبة للسيد كيروش، وعرفت بأنه في حاجة لأن يعود إلى بلده لأن يرى والده. لذلك أقول أنا لا أستطيع أن أتحدث بالنيابة عنه،
أو بالنيابة عن رئيس الاتحاد. لم أشارك في هذا الاجتماع، ولكن أقول بأن السيد كيروش قال بأن والده كبير في السن وفي حاجة إلى رعاية. هذا هو الأمر، هو أراد أن يسافر إلى بلده لأن يرى، وفعل ذلك بالفعل، لكن ليس لدي أي تفاصيل أخرى. أوكي.